قبل ما نتكلم على الاهلي والزمالك نروح كده معاك لدوري ابطال اوروبا. شفنا امبارح تعادل ريال مدريد مع لايبزيج وتاهله لربع النهائي بعد تفوقه في مجموع المباراتين بنتيجه 2-1. شفت اللقاء ده ازاي؟ والله المباراه كانت غريبه جدا، لان يعني المفروض ان المباراه التاريخ والقوه والامكانيات تؤكد ان ريال مدريد هو الاقرب للفوز وهو الاحق بالفوز، ولكن الاداء على ارض الملعب كان غير كده. كان في الشوط الاولاني ما كانش قوي قوي، نجح ريال مدريد ان هو يسجل الاول عن طريق فينيسيوس، ولكن لايبزيج فريق مجتهد جدا في الدوري الالماني والالمان ما بيعرفوش الياس، فقدر ان هو يسجل هدف وكان قريب ان هو يسجل هدف تاني. ده اللي خلى ناس كتير بتتكلم ان ريال مدريد كسب امبارح بقوه الدفع مش بترتيب فني، وان انشيلوتي عليه علامات استفهام كبيره مع الفريق بسبب الاداء ما كانش كويس، ولكن ريال مدريد من الفرق اللي بتعرف ازاي تكسب المباريات دي وتتاهل تتجاوز الادوار دور ورا التاني عشان تقدر توصل للمباراه النهائيه. يعني ما تستغربش ان انت رغم الاداء السيء اللي قدمه ريال مدريد امبارح والتاهل الضعيف اللي ريال مدريد وجماهيره شايفين ان هو لا يليق بيهم، ممكن تلاقي ريال مدريد في الفاينل عادي جدا، لان هو الفرق الكبيره اللي زي ريال مدريد بتعرف تلعب البطولات دي، بتعرف لان هي في استراتيجيه بيلعبوا بيها حتى لو مش شايفين فنيات المتعه اللي رايح لها جمهور الفريق يتفرج عليه، لكن في اساسيات بيبقوا عارفين يقروا الملعب ويقروا المباراه يقفلوا ايه اللي بايظ عندهم. لا هم شخصيه البطل هي اللي بتظهر، هي الفكره ان شخصيه البطل بتطغى على احيانا على الجوانب الفنيه لو المنافس اللي قدامك مش نفس القدرات الفنيه او مش نفس الامكانيات سواء على مستوى اللعيبه او على مستوى الجهاز الفني، فطبعا ده بيختلف وبيفرق جدا بالنسبه لفرق زي ريال مدريد زي يعني ليفربول، انديه عندها تاريخ وعندها فازت بالبطوله دي قبل كده. ريال مدريد اكتر نادي فاز بالبطوله، بيدور على اللقب رقم 14 في تاريخه، فطبعا واحد من الفرق معظم اللعيبه اللي موجوده دي شافت ريال مدريد هو اللي بيتوج دايما باللقب، فبالتالي عارفين ان الفريق ده بينافس نازل، عارف انه نازل ياخد البطوله مش داخل ينافس ويوصل لادوار معينه، فدي اللي تفرق في شخصيه البطل عند ريال مدريد او عن اي فريق تاني. يعني جميل، مانشستر سيتي بيسعى انه يحصل على اللقب بطل اوروبا للعام الثاني على التوالي. السنه اللي فاتت كان مانشستر سيتي هو طبعا غريم تقليدي ومنافس قوي جدا لريال مدريد. امبارح مانشستر سيتي تغلب على فريق كوبنهاجن، شفت المباراه دي ازاي؟ وامال مانشستر سيتي انه يحقق اللقب للمره الثانيه على التوالي، هل هي امال بالفعل ممكن يحققها مانشستر سيتي السنه دي؟ اكيد مانشستر سيتي يعني هو اقوى سكواد لفريق موجود في اوروبا حاليا، مع مدير فني خد كامل الصلاحيات فبقى عنده القدرات الفنيه وعنده لعيبه وعنده ثبات انفعالي كبير جدا. جوارديولا هو مش هاخفيك سرا ان هو اهم مدرب في العالم حاليا، بعد اللي عمله مع السيتي سيطره على الدوري الانجليزي، سيطره على التشامبيونز ليج السنه اللي فاتت بعد ما فتره كبيره ما كانش عارف ان هو يوصل للكاس دي، والاداره وثقت فيه، اداره مانشستر سيتي وثقت فيه وكملت معاه المشوار لحد ما فاز باللقب اللي فات. فطبعا سيتي عنده لعيبه كتير، اكتر فريق زي ما بقول لك عنده بدلة، فطالما لعيب عنده بدلة فريق عنده بدلة كتير يقدر ان هو يخرج من البطولات اللي زي دي ان هو يخرج فايز. شفناه امبارح، طبعا احنا بنتكلم على هالاند ده يعني اسطوره، هيبقى اسطوره طبعا. يعني لاعب ما كملش 22 سنه وهداف الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت والسنه دي وهداف الشامبيونز ليج والعيون كلها عليه يعني هلا. لا هو 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 لاعب بجد خارق، ولكن يعيبه احيانا اصاباته كتير، ولكن هو لاعب خارق امكانياته يعني متميزه جدا. وكمان مش الفكره مش في هالاند بس، كل اللي حوالين هالاند بقى التيم وورك اللي معاه، يعني بنتكلم على جريليش، بنتكلم على دي بروينه، بنتكلم على رودري، لعيبه كلها مؤثره ولعيبه كلها مهمه لمانشستر سيتي، وحتى حارس المرمى ايدرسون واحد من اميز الحراس في البريمير ليج. فطبعا لا يعني السيتي هو اقوى سكواد، ولكن زي ما قلت لك شخصيه البطل هنا بتفرق. يعني السيتي تاريخه كله في واحده تشامبيونز ليج اللي هي كانت السنه اللي فاتت، ريال مدريد ممكن يكون دي بقى بطولته المفضله، ريال مدريد دي زي ما نقول كده الاهلي في افريقيا بالزبط. دي بقى الريال في البطوله بالزبط. يعني دي بطولته باسمه اصلا بالظبط، لان ما انا بقول لك هو
حتى لو ما عندوش الامكانيات اللي زي السيتي، ولكن شخصيه البطل هنا بقى بتفرق، هي اللي بتديله افضليه وبتخلي ان هو المرشح دايما الاول للفوز بالبطوله. فسيتي اكيد مرشح، ولكن ريال مدريد برضو مرشح، ولا تامن يعني خطوره ريال مدريد حتى الثواني الاخيره في البطوله.